حضرتك قلت لي فلول اخوان وبعدين ايه بقى يعني التالت ايه؟ التالت عسكري ولا سياسي ولا ايه بالظبط؟ طيب ما بين التلاتة دول بيتحط النادي الاهلي في تصنيفات خاصة في مرحلة الاخوان. البعض رأى ان النادي الاهلي يغازل الاخوان، وطبعا لما نقول النادي الاهلي تبقى ادارة النادي الاهلي باشكال مختلفة، ويرون تجسيد هذا في وجود شخص في الادارة كرجل محترم اسمه كابتن هادي خشبة، يرون انه يشار اليه على انه اخواني، كابتن محمد ابو تريكة، موقف احمد عبد الظاهر وغيرهم، ان قناة الاهلي اذاعت فيلم عن حسن البنا وهو نوع من المغازلة. انا طبعا بما اعلم مش بعلق، انا بطرح اللي بيطرحه الناس. تشوف حضرتك ده ازاي؟ وبيقولوا ان اداره الاهلي ما عملتش حاجه مع الكابتن هادي خشب، ما عملتش حاجه مع الكابتن ابو تريكه، قدرت على احمد عبد الظاهر الغلبان لما عمل حركه واجبروه انه يعتذر وجمدوه خلاص. ماشي، نمسك موضوع السياسه عموما يعني. نعم. اخوان او غير اخوان، تمام ماشي. احنا طول عمرنا لا نتدخل في السياسه، احنا ناس نلعب رياضه ودايما بنحافظ عليها، ولا قبل الثورة لا حد يعني كإدارة أو أنا على المستوى الشخصي لا رحت حزب وطني ولا رحت لجنة سياسات ولا، وكنت في احترام كامل بيني وبين هؤلاء الناس. بالعكس يعني، يعني كان احترام بزيادة يعني. نفس الكيس لما جت الثورة وجي إخوان ماشي بعد الثورة، وضع طبيعي جدا جدا ان انا اقول ان احنا يا جماعة ملناش في السياسة. انت النهاردة بتيجي تقول لي عندك اخوان، انا عندي متكلمين على هادي خشبة، هادي خشبة ده ابن النادي اللي متربي طبعا اللي ورجل محترم طول عمره، واخد بالك؟ لما بيغلط في السياسة نقدر نحاسبه، غلط مرة واحدة هادي خشبة نعم وراح مؤتمر للرئيس مرسي نعم كويس. لما حصل هذا الكلام انا في الاول، اول ما حصل هذا الكلام قلت لهم خلي بالكوا احنا نادي ما فيش سياسه. جبت قال لي والله كابتن حسن انا اسف انا مش عارف ايه ودي مش هتتكرر، وطلع قال لك احنا النادي الاهلي لا اخوانجيه ولا كده، احنا ناس بنلعب رياضه نعم. ودي كيس وحيده، ولو انا عرفت ان هادي او غير هادي شارك في حاجة خاصة بالاخوان كنت لازم هاخد معاه موقف سئيل جدا. نعم. نفس الكيس ابو تريكة. نعم. ماشي؟ انت بتقول لي ابو تريكة، ابو تريكة ليس له نشاط، وحتى لسه امبارح قليل ولا مش عارف، مع احترامي يعني بيقول لك انا لا ليا في السياسة ولا مش عارف ايه وهو في المانيا، موضوع كده. لكن قبل كده برضو ما حدش قال ابو تريكة ده راح عمل اي تصرف سياسي. سياسي. نعم. الوحيد اللي عمل تصرف سياسي هو احمد عبد الظاهر، وفي رايي الشخصي ليه ما تردد عن ما فعله ابو تريكه مع ضابط في المطار؟ كلام غير حقيقي. غير حقيقي طبعا، ولم يتم تحرير محضر ولم يتم اي شيء في هذا الامر. خطيئه ابو تريكه ما علينا. نعم. نمسك عبد الظاهر بس، عبد الظاهر ده بني ادم كويس نعم وطيب وولد فرد انا محتاجه، وعملت هذا التصرف يعني قصد او بدون قصد او. لكن لما جيت انا ادرس الكيس ديت لقيته ان هو نزل فعلا في بعض من تجمعات الاخوان بصور موجوده عندنا. نعم. فاضطريت ان احنا ناخد معاه قرار، اعتقد يعني كان قرار قوي، وما اعتقدش ان احنا قصرنا في هذه القرارات. رغم اعتذاره لم يتم تغيير هذا القرار؟ اعتذر مين؟ احمد عبد الظاهر. عبد الظاهر اعتذر وقال لك انا غلطان. نعم. وانا واحنا خدنا قرارات ان هو حرمنا فلوسه، وحرمناه ان هو يطلع كاس العالم في الانديه، وعرضناه للبيع ولا يمثل النادي.